اليوم رح نحكي عن إعدادات المخطط. رح أضغط على Plan Details ورح نبدأ مع الخطوات واحدة بواحدة. هذا مساحة البلان. أول شي ممكن إنه نعمل خط مستقيم لحتى نحدد أو نرسم الشكل اللي بدنا إياه. نحدد أول نقطة ونضغط Enter. نقدر نختار الزاوية يلي بدنا يرسم الخط عليها، فرح أكتب هون الزاوية تحت طول الخط، بعدين بختار أوكي، فرسم عندي هذا الخط. الشكل الثاني هو الأشكال أو الخطوط المنحنية، وبنفس الطريقة بنضغط انتر وبنضغط لكل نقطة البيانات الخاصة فيها لحتى يكون رسمنا دقيق. هيك بنغلق عنا الشكل وبكون جاهز، وممكن نتحكم بالإعدادات. هون عنا رسم الأقواس، زي ما انتو شايفين. طبعا في عدة خيارات للأقواس، لاحظوا في خيارين لرسم الأقواس. الأول اللي هو Corner Start and End Point، إنه إحنا بنبلش بمنتصف نصف الدائرة وبعدها بنرسم بداية القوس وبعدين نهاية القوس. أو الخيار الثاني اللي هو Start End and Edge Point، وهو بكون عبارة عن النقطة الأولى بعدين النقطة الأخيرة. وممكن إحنا نتحكم بشكل القوس من هاي الخيارات الموجودة عنا، وقديش خمول الخط ولون الخط زي ما أنتو شايفين. بعد هيك بنيجي للدائرة، ممكن نرسم دائرة بنصف قطر محدد احنا بنختاره، ومنعدل عليها الخيارات زي الماتيريال اللون. هاي الدائرة اللي راح تظهر عنا على مخطط البلان. وبرجع بكرر انه هاي الخيارات كلياتها اللي احنا بنضيفها على المخطط، اللي هو احنا بدنا نرسم المخطط بطريقة الـ2D وبعدها نرسم عليها مخططنا لـ3D. زي ما انتو شايفين هون انا بقدر اتحكم بنقاط الدائرة بعدة خيارات، اغير الحواف تاعتها عن طريق الـEdit Point، من Shape Option ممكن اغير الشكل، وهون بنرجع لحواف النقاط الموجودة عندي. ممكن أخليها مستقيمة أو ممكن أخليها كيرف، عدة خيارات. هالخيارات بتتكرر معنا في أكثر من أيقونة موجودة في البرنامج، ولازم نكون حافظينها. الطريقة الثانية لرسم الدائرة عن طريق انه احنا بدنا نختار قياسات دقيقة 100%، فاول ما نحط النقطة بنضغط انتر ونحط الزاوية يلي بدنا اياها وطول نصف القطر، بنضغط اوكي فتظهر لنا الدائرة حسب القياسات يلي اخترنا. المربع بنفس الطريقة بنختار طول أطوال الأضلاع بطريقة دقيقة وبنرسم عندي المستطيل. بهذا الشكل أنا بحدد النقطة، بعدها النقطة الثانية وبختار الزاوية يلي بدي أرسم عليها بالضبط. الأشكال العشوائية فممكن أرسمها مثل ما أنا بحب.
اتجاه الشمال في عنا عدة أشكال ممكن نضيفها للرسمة لحتى نوضح للزبون وين اتجاه الشمال في هاي الرسمة، ويكون قياساتي ومخططي دقيق. اللاينر، هذا اللاينر اللي هو بحدد أنا جميع القياسات فوق الرسمة لحتى الزبون يكون الأمور واضحة بالنسبة إله. طبعا في عدة أشكال وعدة خيارات ممكن أختار على أساسها تكون خطوط القياسات فيها واضحة. أما إذا بدي أقيس نصف القطر وأحدده على الرسمة، فأنا بختار الراديال من هذا الأوبشن، ومجرد ما أحدد نصف قطر فهو رح يوضح لي قديش نصف القطر بين نقطتين اللي أنا بختارهم. بحدد وين بدي القياس يظهر عندي بالرسمة بهاي الطريقة. بعد هيك بيجي عندنا اللي هو النص، فأنا بضغط مكان اللي بدي أكتب فيه النص وبختار النص يلي بدي إياه. إذا اخترنا ليبل فأنا بدي أوضح إنه هاي الدائرة مثلا بتعود على شو بالضبط. مثلا ممكن أحكي إنه هاي الدائرة عبارة عن مكاتب، عبارة عن حديقة، أو شي مثل هيك. بكتب النص يلي بدي إياه وبضغط على أوكي، وبظهر عندي بهذا الشكل. 3D Label نادرا ما يستخدم، ولكن بيفرجيني الرسم ال 3D بهاي المنطقة. ممكن أنا أضغط إنه هاي حديقة، أكتب اسمها مثلا حديقة خلفية أو حديقة أو مسبح، ومجرد ما نضغط عليها بيفرجيني شكل ال 3D بهاي المنطقة. بالنسبة للبلانت ليبل، أنا إذا كنت ضايفة على المخطط عندي نباتات، مجرد ما أضغط على هاي بعطيني اسمها وتفاصيلها. بالنسبة لجدول النباتات راح نشرح عنه بوقت لاحق بشكل مفصل، ولكن أنا إذا أضفت نباتات على المخطط عندي فهي راح تنضاف مباشرة على هذا المخطط بكمياتها وباسمها العلمي واسمها الشائع. بالنسبة للمخططات فإحنا رح نشرح عنها في بشكل مفصل بوقت لاحق. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل حلقة أول بأول. بشوفكم بالفيديو الجاي.